بحبك. عارفة. طب ما دي حاجة كويسة. أكتر حاجة بيجري وراها الراجل إنه يثبت لحبيبته إنه بيحبها. بس خليكي فاكرة بقى كمان كام سنة قدام إنك قلتي لي إنك عارفة. والله على حسب هتخليني أفتكر إيه. الستات بتخزن على فكرة. ما بتنساش. هخليكي تفتكري إني بحبك وبخاف عليكي. وهعمل أي حاجة في الدنيا عشان تبقي فرحانة. أنا بحبك يا مجدي. واتجوزتك عشان فيك حاجة عمري ما حسيتها مع حد. معاك بحس إني مطمنة. ليا ظهر يحميني. حد بيخاف عليا وياخد باله مني. أنت طيب قوي يا مجدي. أنا من بعد كلمة بحبك ما سمعتش ولا كلمة تانية على فكرة. فاتك كتير على فكرة. يعني اللي اتقال بعديها أحلى. ايه ده؟ ايه الفيس ده؟ كنت فين يا مروان؟ كنت في مشوار. مشوار اول يوم جواز؟ ايه ده ايه ده؟ احنا هنبتديها اسئله من الاول ولا ايه؟ يعني مش كفايه ان احنا اتجوزنا من غير فرح والهاني مون في بوت؟ لا وكمان سايبني قاعده لوحدي. طب ولو قلت لك ان انا رحت اجيب لك هديه؟ هديه؟ لا ساعتها بقى اوكي، انسى اللي انا قلته ده خالص. مش لما الواحد بيتجوز واحده بيجيب لها مهر؟ ده مهرك بقى يا ستي. قولي انها الماس بليز. انت تفتحيها وتشوفي. يا ابن اللذينة، عربية كوبر؟ اه. لونها ايه؟ سودة. اسود اسود. اسود ولا عادية؟ مش ممكن. اس. مروان انت عارف انا بحبك قد ايه؟ انا بحبك قوي 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 قوي. انا كمان بحبك. بس عشان خاطري لو حد سألك مش انا اللي جبتها لك. فكك من التفاصيل يا مروان. يا هلا يا صوفيا. ابدا. قلت عليك ما تشبه بعضها. بقيت اتكلم معاك. شبه بعض؟ ايه؟ جوزي اتجوز عليا مثلا وانا مش واخد بالي. تهرج. انت مش كنت مرافق حبيبه ولا ايه؟ كنت. والموضوع ده اتقفل خلاص. بالنسبة لك لكن بالنسبة لنا صعب. صعب قوي تقفل وانت عارف كده كويس. صافي خليني اقول لك حاجتين كده عشان تبقى عايشه مرتاحه. تعامل مع الواقع عادي. صدق اللي بيحصل. لا مجدي هيسيب حبيبه ولا حبيبه هتسيب مجدي. عشان انت شايف الموضوع من بره بس. عمرك ما حسيت اللي جوايا. عارف الأسرة؟ أنا كنت كل حاجة. أم وزوجة وكيان.
لقيتني ولا حاجة ولا حاجة. عمرك حسيت الإحساس ده؟ بس ازاي؟ أنا كنت متجوز مادية دي عشان أحسه. بس يا صافية كملي مع مجدي، اوعي تخسريه، وانسي موضوع حبيبه ده خالص، ولما يرجعوا من شهر العسل روحي برجله وبينقطيها. انت اكيد بتهرج او حصل في دماغك حاجه. تعرف حصل امبارح كل حاجة حواليا اتغيرت. أنا نفسي شكلي اتغير. تعاملي مع الموضوع عادي يا صافية، مش لازم يبان إن أنت ضعيفة. لا لازم تبين لهم إن أنت قوية. عادي تعاملي مع الموضوع عادي، هي دي الحياة، لازم تقبليها زي ما هي عشان نعرف نكمل ونعيش. بس انا انجرحت، انا انجرحت، انجرحت واتهد قوي يا ناصر، اتهد. مش اكتر مني، مش اكتر مني. على فكرة اللي بعمله معاكي ده عمري ما عملته مع حد. نجيله بعد ما هزقه. إلا مع أبو السيد. الأخ. أنا قلت لك قبل كده إننا شبه بعض. مش عشان شعرنا قصير، لأ. أنا بتكلم عن اللي جوانا. دمنا. قلوبنا. كبدنا. إيه كبدنا دي؟ المهم اللي أنا عملته معاكي في الفرح ده كان علشانك مش عشان حد تاني. بتشكرك كتير. أنا مش بقولك كده عشان تشكريني، أنا بقولك كده عشان تفهمي. وإذا قلتلك إنه ما بدي أفهم؟ هو أنا ليه كل ما تشوفي وشي تعامليني بالوش ده؟ لأنه نحن مش شبه بعض فرج. أنت شبههم هن، مثلهم هن تمام وسخ، بس الفرق الوحيد بعتقد هو شكل الوجه. عارفة من كبرى مشاكلك يا كريم ان انت عايشة بدور الفهومة، العقيلة، التقيلة، ونسبتك بقى ان انت مش عايزة تشوفيني غير كده او هيك زي ما بتقولوا هنا. كيف بدك يعني نشوفك لكن؟ ملك؟ ملك؟ لا أنا مش ملاك يا كريم، أنا شيطان، بس شيطان طيب. فهمين غلط فرج، الشيطان ما في يكون طيب، الشيطان خلقه الله ليكون شرير. لا، في شيطان طيب ورومانسي وحبيب وبيحس، وما بيشوف قرعة أمك بيزغرط. ده عدمة الإحساس يا جبلة.
وبعدين؟ ولا قبلين. أنا عايزك معايا يا كريم. كيف يعني معك فرج؟ بأي شكل تشوفيه. إيجار جديد ماشي، تمليك ماشي، زيارات متعددة ماشي. مش رح ينفع. لا ينفع. ينفع يا كريم. بس انت حطي في قلبك الشوقة وفريدي سحنتك كده واغسلي نفسية أمك بكلور. ألو اديني 10 دقايق وأكون عندك أو ساعة ونص. سلام. حظ أمك إن اللي رايل عليكي كيف، ما بيسيبش حاجة في كيفه. لا وبيحترم إن ده كيف، ما بيجيش بالغصب. أنا شربت سجاير وأنا عندي 5 سنين، حششت وأنا 12، برشمت وأنا 16، وكمان سنتين هشم. بس ما تقطعيش. سلام. شكلك زي الزفت، شارب ومرجع، حاجة تقرف. خلاص بقى ارضى، ولا الترجيع بقى هو اللي هيحل المشكلة. عارف يا فرج، تحس ان انت اتخذت على قفاك غدر. ايوه غدر. عارف لما تلاقي حاجة مهمة قوي اتاخدت منك تحس بقيمتها فتتوجع؟ هو أنا غبي يا فرج؟ لا أنت مش غبي يا نصر. لا مش غبي. لا بس انت بتطلب من كل الناس ان هم يفصلوا، وانت الوحيد اللي مش بتعرف تعمل كده. ما بتفصلش. وحياة امك. اسالك سؤال وترد عليا بصراحه يا صاحبي. هو انا بحبها؟ عارف يا طيار، عارف لما يبقى ليك واحد صاحبك عشت معاه العمر كله، نمت على سريره. سرير ايه؟ هو كان فيه سرير اصلا؟ قصدي نمت على كريمه مقطعه في بيت اهله. كنتوا مع بعض ايد بايد، سامعين صوت النوى وحاسين ببردها، واحلامكم بس هي اللي بتدفيكم. لا وصحوبيتكم. بس صاحبك ده اكبر عيب فيه ان محدش بيفهمه غيره هو. انا معرفش يا نصر اذا كنت بتحبها ولا لا، انت الوحيد اللي تعرف، عشان انت الوحيد اللي ممكن تفهم نصر الطيار. انت بس. بس اللي اقدر اقوله لك هي ليها عندك حته كبيره، وكبيره قوي. كان ليها حته كبيره قوي.
اقول لك، مجدي كان كلمني من فتره وقال لي انه حاسس ان في حد بيتعبس ورانا، عايز يقطع علاقتي معاه في الشغل. انا عارف مجدي قال لي، بس انا لسه شغال على الموضوع، لسه ما رسيتش على حاجه. انا مش عايزك بقى لا تشتغل على الموضوع ولا ترسى على حاجه. ارفع ايدك، خلي اللي يعرف يعرف. انت عايز تفضح مجدي؟ انت عارف يعني ايه يظهر ان مجدي على علاقه بشغلنا؟ ده يتهد والف واحد يفرموه وما هيصدقوا. يا نهار اسود، انت ليه انا محسست ان مجدي ده جوز امك؟ ليه يعني مجدي اديب هو اللي في التمام واحنا اللي في اللطه؟ ما تفوق يا فرج. ليه يا ناصر؟ ليه؟ ليه النسوان تخلينا نقلب نسوان؟ ومن غيرهم يا اخويا، كل حركاتنا مع بعض حركات نسوان. يعني هو بروح امه كان شاف حبيبه فين؟ قابلها بالصدفه في اسبانيا وشايفها معايا وخدها مني واداني على قفايا. هنا بقى يا صاحبي مضطر اجاوبك على سؤالك، انت بتحبها يا ناصر؟ بتحبها؟ هما مش بيقولوا ان الحب بيعمل المعجزات؟ انا اول مره اشوفك واطشي ومع صاحبك، ودي معجزه عشان ناصر اتطير طول عمره عمنا في الرجوله والشهامه، طول عمره ظهرنا ميزاننا الحته الحلوه. ما ينفعش بقى الحته الحلوه تقلب بلدي. قلت لك ارضى، ارضى وقول رضيت. وبعدين تعالى هنا، لما انت بتحبها قوي كده خدتهاش ليه؟ لوتها ليه؟ سبتها تضيع من ايديك ليه؟ ليه؟ وعلى فكره انا مش بتفزلك عليك، عشان انا حالي اوسخ من حالك. عشان احنا زي بعض يا فرج في كل حاجه، بس دايما كان في حاجه ناقصه. اقابلها او بحبها، تمشي مش هي، ترجع اقول في احسن، تبعد اقول بتوحشني، اشوفها مع حد اغير عليها، وهي تسالني انت ما بتغيرش عليا ليه؟ اسال نفسي واقول اغير عليها ليه؟ يعني هي كانت من بيت اهلي شمال، تكونش بتفكرني بصراحه. طب بص يا طيار، انا هرسيك على الخلاصه، الخلاصه المتينه، اللي هي مش ساره. لا مش ساره، لا ولا بتفكرك بيها. الحكايه كلها انك لقيتها مع حد وفجاه صدمه، يعني اكلت منها بس ما شبعتش، ما مالتش بطنك يعني. اسره يا طيار، بلاش عوق مع مجد من الاخر. لا بتحبني اقل واحد في الشله، وعمرك ما كنت معايا جدع. لعلمك بقى مش هتقف عليك، وانت عارف. ما تمثلش بروح امك، عشان انت عارف ان انت اكتر واحد انا بحبه في الشله كلها، انت الحته اللي هنا. ولما اقول لك على حاجه صح تطلعني مش بحبك وواطشي وتعيشني في دور خالتك اللتاته ده. انت عارف كويس قوي ان انت اكتر واحد انا بحبه، وطول عمري كنت جدع معاك وانت عارف. بس انت داخلها من سكه غلط، وانا بقى عيل خسيس لو ما رستكش على الصح، عشان بحبك حتى لو زعلت مني وقلت فرج وحش. فاهمني؟
اجمد يا بيلوت. نفسي اكل كبه نيه. تفتكر الواحد ممكن يعمل حاجه لو مش متاكد ان النتيجه كانت لصالحه؟ من بعد اللي صار كبيت كل شيء ورا ظهري، ولا الوسيله نفعت ولا النتيجه كانت مثل ما انا كان بدي. ما فيش حد بيختار مصيره، لكن كل واحد مسؤول عن نهايته. حتى لو كان هو ده شكل النهايه، ما افتكرش ان معرفتك للتفاصيل تخليك مسؤول عن نهايه اي حد، مهما كان الحد ده هو مين. امبارح كان يوم حلو قوي، صح؟ بغض النظر على اللي حصل. ده بصراحه كان حلو قوي، بس الراجل مات يا حبيبي. البنت مايا صعبان عليها قوي، هو ابوها بالتبني بس ابوه. طب بقول لك ايه؟ تعالى نروح نعزيها. مالك فرحانه قوي كده كاننا رايحين نبارك لها؟ بجد عايز تيجي معايا؟ انا اجي معاك اي حته يا برنس. معاك اي حته يا برنس. عارف لو اتريقت عليا تاني مش هتعملي اي حاجه، هتضحكي وتسكتي. انا عندك اعتراض. فوتي. مد ايدك عليا. بقول لك ايه؟ قولي. انا عايزاك تيجي تصور لي الكولكشن بتاعتي في الاتيليه. صور فساتين؟ لا مش فساتين فاضيه، دي جواها مودلز. لا ما هي مش الفكره جواها ايه يعني، الفكره ان انا بقيت مصور دلوقتي، هصور فساتين وجواها مودلز. ليه؟ هي شغلانه الفوتوغرافي شغلانه وحشه؟ مش كفايه انها عرفتك عليا؟ دي الميزه الوحيده اللي في الشغلانه دي. تعرف قد ايه الفوتوغرافر تبعي بياخد بالسيشن؟ 5000 دولار. انت اولى فيهم. لا هو اولى فيهم، لان هو بيصور كويس ياخد 5000 دولار، انا لو صورت اخد 5000 ليره، شي 3 دولار. انت ليه بتقول كده؟ عشان انا مصور فاشل. انا مصور بالصدفه. بصور عشان اكل عيش. بعدين ما تيجي معايا دغري. انا بقى اديك الطريقه اللي تساعديني بيها من غير بقى ما اجي اصور والكلام الفارغ ده. يا ريت. قول. انا اخش الحمام اقعد ربع ساعه جوه، تيجي انت ساحبه ايدي جوه شنطتك وتطلع 5000 دولار وتسيبهم لي عند المركبه دي. اجي انا اطلع من الحمام اقول ايه ده؟ الحمد لله يا رب كانوا ضاعين مني ولقيتهم. تيجي انت المره الجايه 7000 دولار تحت المخده، 9000 دولار في الجاكيت. بطل الصغير يا حبيبي. انت ليه بتاخد الحكايه كده يا حمزه؟ عشان هي الحكايه كده يا حبيبي. زعلت؟ زعلت. طب انا اسفه. زعلان قوي. بس انا ما كانش قصدي زعلان. ايه بس نفسيتي من جوه عارفه زعلان يعني. طب اتفلق بقى. ايه يا عم فرج؟ هو احنا مش كنا نتقابل في النايت قبل ما الحركه تبتدي؟ سحلت في حوار كده. عملت ايه؟ انا انجزت. بس حوار ايه اللي انت اتسحلت فيه ده يا عم فرج؟ وانت مال امك؟ اتقل تلت. هروح اغير واجيلك. خد عفر دي. ماشي. عندي ليكي خبر بمليون دولار. ليه دايما بحس وانا معاك انك مش مرتاح؟ القرفة. القرفة زي الزفت. بحب واحدة متجوزة واحد تاني. وانا مكمل عادي كأن مفيش أي حاجة. مع ان ده مش انا. ايه اللي خلاك تفتكر ده دلوقتي؟ انا بفتكر ده على طول على فكره، وعمري ما هقبل ان انا افضل كده.
حاسس اني عيل زباله قوي. انا عارفه انت بتفكر ازاي. حبيبي انا مش هرتاح غير لما اللي بيننا ده يبقى من غير خوف، غير لما احس ان احنا مع بعض فعلا، مش اتنين بيستهبلوا على بعض. هيحصل بس في وقت مناسب. اتمنى بس الوقت المناسب ده ما يطولش عشان ما فيش حاجه تحصل تبعدنا عن بعض. قصدك ايه يا حمزه؟ ايه ده ايه ده؟ في حد بيفطر سوشي؟ اه انما بيبقى متضايق. ايه ده؟ ايه اللي مضايقك؟ ولا اقول لك بلاش تقولي لي ايه اللي مضايقك؟ بيبقى شكلك كيوت قوي، عامله زي العيال الصغيره. شو رد عليك؟ لا بجد. ايه اللي مضايقك؟ مقهوره يا مروان ومتعصبه جدا. ايه اللي قهرك؟ شايف سعدي؟ اه. ايه رايك؟ لطيفة. لا مش لطيفة، حلوة قوي. عارف بكام؟ بكام؟ ب 12,000 دولار. وفي بنات كتير جدا على فكرة عندنا في الشركة عندهم نفس الساعة. لكن طبعا اللي بتعرف ده واللي بتتمصلح على ده عشان يجيب لها حاجات، وأنا عشان ماليش في الحركات دي مش هعرف أجيبها. هضطر أحوش طبعا عشان أجيبها، أنا أكيد يعني مش هقول لك هاتها لي هدية. يا لولو أنتِ مفقوسة قوي. ما تقولي أجيبها لك، إيه الأفورة دي؟ أفورة يا مروان؟ طب مش عايزة منك حاجة. أصلا مش ستايلي إن أطلب هدية من حد. حتى لو كانت الساعة اللي هموت عليها. ما انا عارف يا حبيبي. وعشان كده هجيبها لك، عشان انت قنوعة. بجد يا مروان؟ عشان كده بحبك، عشان بتجيب لي كل الحاجات اللي نفسي فيها. وانا كمان يا حبيبي عشان كده بحبك، عشان انت مش مصلحجية خالص. اطلاقا. طب انا هروح اعمل فطار بجد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وانا ما عنديش دم يعني ولا ايه؟ انا اللي هجهز الفطار. يا سلام. ده ايه الدلع ده كله؟ ومن امتى لولو بقى بتعمل لي فطار؟ من ساعة ما قلت لي هتجيب لي الساعة اللي ب 12,000 دولار. بنت الايه يا فيفا؟ شابو افضح. اه ده حقيقي.